حديث حي نصر اليوم لحد 16 جانفي في تمام الساعة 1:30 بعد زوير، قام الجيش الوطني مع مجموعة خاصة بالقبض على زوز رجال نايف الترابيزي اللي جاوا باش يهزوا حوايج ويهزوا لودي نتاع مرت عماد الترابيزي وكرهبة أخرى وذلك الكل من العمارة اللي تسكن فيها أم مرت عماد الترابيزي. لكن الحمد لله تعرف باب العمارة وجماعة من الحومة على واحد منهم انه تابع للعائلة الترابلسية، فشبلغ للجيش اللي كان مش بعيد عن الموقع في جو بالوقت حاصروا المكان ودخلوا لهم. سمعنا طلق ناري مكثف ومكثف جدا على الداخل مش البرة، ومن بعد ممكن ما دامتش الحكاية حتى 5 دقائق وخرجوهم بالزوز. معهم فاليز كحلة ما نعرفوش شفاها على خطر ما نجموش يحلوها على خطر خايفين يطلع شي فيها حاجة خطيرة تكون اختر على العباد اللي حاضرين اللي كانوا برشا.
هم هزار فكرة بلوان شميل هكذا